هل تعلم بأن البشاوري تشبل أهديت للأمير محمد بن سلمان عند زيارته إلى باكستان؟ اليوم بعرفكم على أحد أشهر صانعي الأحذية في باكستان. تستمر رحلتنا في بشاور، الحين نوريكم. طبعاً إزعاج وزحمة، إحنا زي ما تعرفون في المدينة القديمة في بشاور. هنوريكم على أشهر صانع أحذية في باكستان. طبعاً الأحذية اللي هي بشاوري تشبل، نوع من الأحذية المشهورة في باكستان. بشاوري تشبل، تشبل يعني الحذاء، وبشاوري نسبة إلى مدينة بشاور. هو نوع من الأحذية البشتونية التقليدية في باكستان، وتلبس عادة مع الملابس الباكستانية التي تسمى الشلوار والكميز. طبعاً يتميز الحذاء بألوان وتصاميم مختلفة. أشهر صانع لها اللي هو تشاشا نور الدين، العم نور الدين. المهم يا شباب، نحن الحين قدام المحل اللي هو تشاشا نور الدين. هذا الرجال مشهور في صناعة البشاوري تشبل أو الأحذية المشهورة هنا في منطقة خيبر بختونخوا. المحل من عام 1976. شوف المحل ما شاء الله من الداخل. اشتهر المحل لمن عمران خان أخذ أو استعمل الحذاء من هنا، هم أهدوه وبعدها مسك الحذاء هذا، مسك ما شاء الله ترند في باكستان. المهم يا شباب، أنا معي العم نور الدين. العم نور الدين ما شاء الله قال لي كان قبل 40 سنة في السعودية، اشتغل في المدينة 4 سنوات في الثمانينات ما شاء الله، ويعرف عربي زي ما نحن نعرف أردو، هو يعرف عربي. متى محل هذا يبدأ؟ سنة كم؟ هذا 20 سنة. 20 سنة هنا اشتغل هنا 20 سنة. أيوة هذا. قبل هنا في محل أول؟ قبل ثاني محل. أو يعني 20 سنة في المنطقة هذه، قبلها كان في محل ثاني من عام 1976. 1976. أيوة. هنا يوم راح وعطى الهدية لعمران خان. يقول لك الكابتن تشبل من يوم ما عمران خان لبس ال شو اسمه من المحل هذا، صار براند كامل اسمه كابتن تشبل. وين يروح كابتن تشبل؟ مين يشتري؟ هذا كل الدنيا، أمريكا، لندن، السعودية، دبي، كثير. ما شاء الله صار انترناشنال براند. أيوة ما شاء الله. تشوفوا هنا المحل، صاحب المحل مع الرئيس الباكستاني ومع رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفي غيره من المشاهير كمان. تشوفوا كل الصور هنا ما شاء الله، لاعبين الكركت كمان. هذا أحد الجنرالات اسمه آصف غفور. هنا عمران خان برضو صورة معه، مع هذا تشاشا نور الدين. أنت أعطيك جف كثير ما شاء الله. أيوة. مين أكثر واحد أنت حب أعطيك جف؟ أيوة جف عمران خان، محمد بن سلمان، أربعة تشبل، كابتن تشبل. قبل سنتين لما محمد بن سلمان زار باكستان، العم نور الدين أعطى هدية لسمو الأمير محمد بن سلمان 4 أحذية من الكابتن تشبل اللي يلبسها عمران خان. وعمران خان برضو يلبس، برضو الرئيس الباكستاني عارف علوي يلبس نفس الأحذية من هنا. सऊदी शाही मेहमान। जी हाँ, पिशावर में कप्तान चप्पल के माहिर कारीगर ने सऊदी मेहमानों के लिए खास चप्पल तैयार किए हैं। وهذه كانت مفاجأة بصراحة لي، لأنه ما كنت أعرف المعلومة هذه، والعم نور الدين بنفسه قال لي عند زيارة الأمير محمد بن سلمان هو أهدى 4 أحذية من نفس النوع اللي يلبسها عمران خان. هو سلمها إلى أحد الوزراء، والوزراء يعني بدورهم أوصلوا الهدية، وشيء جميل بصراحة، لأنه هذا الحذاء يعتبر
إحدى التقاليد الباكستانية المشهورة، جزء من ثقافتنا، فشيء جميل إنه لمن يتصدر للخارج. هذا يصير في أسبوع واحد، لكن عشان الطلبات كثيرة تحتاج إلى 4 شهور لما يجي دورك. ما شاء الله 4 شهور عشان يجي دورك. هذا يصير في أسبوع. عندهم حتى موقع إلكتروني تقدر تطلب من خلاله. في موجود كل موقع. هذه مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الموقع حقهم، تقدر تطلب أونلاين كمان، يعني ما يحتاج تيجي المحل، تطلب أونلاين يعني توصيل، توصيل باكستان، كله باكستان. أيوة في جميع أنحاء باكستان يوصلون. شكرا.